السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله اليوم جايبين لكم فئة جديدة من فئات سامسونج اللي هي طورتها طبعا واهتمت شوية بالفئة المتوسطة في السوق المصري، عشان كان الفئة المتوسطة دي كانت فئة مهملة أصلا من سامسونج. فإن شاء الله إحنا في استعادة جديدة للفئة المتوسطة، وسامسونج نازلة بتنافس بقوة في الفئة المتوسطة. فإحنا دلوقتي كانت في عائلة قديمة اللي هي كانت عائلة الجي، ودي العائلة دي تعتبر اللي هي خلاص انتهت، يعني مش موجودة دلوقتي. كل فئات الجي مش موجودة في سامسونج، استبدلوها بقى فئة الاي. الاي مثلا نزل دلوقتي عندنا الاي 50، وبعد كده نزل الاي 30، ومؤخرا بقى طبعا اللي احنا هنتكلم عليه النهارده الاي 10، وفي انتظار الاي 20. فطبعا احنا دلوقتي هنعمل استعراض لمحتويات العلبه بتاعت الاي 10، وان شاء الله الفيديو هيعجبكم، ويا ريت شير طبعا للفيديو ولايك، وما تنسوناش بقى يدعمونا على القناة بالتعليقات. وشكرا ليكم، ونبتدي بقى الفيديو ان شاء الله. وعلى فكرة انا نسيت برضو اقول لكم في المقدمة ان اول جهاز بعناه من الاي 10 كان ان شاء الله اتباع عندنا في المحل، وده طبعا كان حاجة كويسة جدا ان احنا نبيع اول جهاز على مستوى الجمهورية اي 10 كان بيتباع عندنا في المحل. طبعا هنزل لكم الصوره في قلب الفيديو دلوقتي، وكان معانا البروموتر طبعا من شركه سامسونج محمد عصام، هو اللي تولى عمليه البيع وادى للزبون الهديه بتاعته برضو كمان. شكرا لك. النهارده انا جايب لكم ايه، يعني ايه، مش جايب لكم بقى جهاز واحد ولا لون واحد، لا انا جايب لكم الثلاث الوان اللي نازلين من شركه سامسونج، وهعرض لكم دلوقتي وافتح العلبه واوريكم الاجهزه كلها. نبتدي كده، بسم الله. ده الجهاز بقى مبرشمين من فوق وتحت. ده طبعا كده اللون الاسود، وهوريكم دلوقتي اشيل الاستيكر بتاع سامسونج وهوريكم شكل العين الجهاز بالظبط. ده الازرق كده، العلب بقت كتيره، ممكن بقى كده على جنب عشان العلب ايه ما تطلعش. وده كده اخيرا اللون الاحمر. ده كده اللون الاحمر. إن شاء الله نستعرض بقى معاكم محتويات العلبة ونبص ايه اللي موجود فيها عشان نبقى عارفين واحنا بنشتري ايه اللي جوه العلبة. طبعا هنا مفيش، هنا دي مفيهاش جراب، دي فيها كتالوج. طبعا حد يفتكر ان فيها جراب ولا حاجة، لا دي فيها كتالوج، كتالوج وحاجات عن الجهاز، تفسر لك شوية حاجات تعليمات عن الجهاز. ركنا كده على جنب. دلوقتي معانا الشاحن بتاع سامسونج، الشاحن اهو، ده شاحن اصلي من سامسونج معانا. برضو ايه ده اليو اس بي عشان يكون واضح معاكم في الكاميرا. وفي بقى الهاند فري، ده هاند فري سامسونج. في طبعا بيجي الدبوس فتح الشرايح، ده بيجي برضو ايه مع المحتويات. بعد ما استعرضنا محتويات العلبه هنخش بقى طبعا على هيكل الجهاز والتصميم، عشان طبعا كله بيهتم بهيكل الجهاز، مصنوع من ماده ايه، والاهم ماده ايه اللي بتصنع منها الاجهزه. عامه الماده اللي هي مستخدمه وشائعه ما
موجوده في كل الاجهزه، اللي هي ماده البولي كربونيت. ماده البولي كربونيت دي معظم الشركات بتستخدمها، فده شيء عادي ان هي بيستخدموها. والاجهزه اللي هي متوسطه شويه هتقوم بيستخدموا الماده دي عشان يبتدوا ايه يرخصوا سعر الجهاز ما يبقاش غالي، عشان هو لو استخدم مواد ثانيه يبتدي يعلي سعر الجهاز شويه. فطبعا ايه الجهاز بيبقى موجود فيه في ظهره الكاميرا، موجود الفلاج، وهنا الفتحه اللي بيخرج منها الصوت، وتحت هنا نلاقي فتحه اليو اس بي بتاعت الشحن، وفي الفتحه اللي هي بتاعت مخرج الهاند فري، ومكان للمايك. فوق طبعا مفيش اي حاجه، هم نقلوا المكان بتاع الهاند فري نزلوه تحت. هنا معانا برضو الزرار بتاع الصوت بيعلي ويوطي الصوت، ومفتاح الباور. الجهاز الكاميرا هنلاقي عاليه شويه، فده شيء عادي يعني، الكاميرا بتبقى عاليه شويه على حسب بقى تصميم الشركه، كل شركه بتعمل اللي هي عايزاه يعني ايه في التصميم. بالنسبه بقى للشاشه، الشاشه دي 6.2 اتش دي بلس ال سي دي، والشاشه دي جميله على فكره. في حاجه انتوا هتحسوها اول ما تمسكوا الجهاز، تحس ان الجهاز قيم ذا قيمه. هو جهاز سعره مش غالي يعني، هو انا مش هقول السعر عشان ما يبقاش اعلان، بس هو ايه جهاز حلو يعني، اي حد هيمسك جهاز يبقى مبسوط وهو ماسك جهاز. دلوقتي هنتكلم عن اداء الهاتف والجهاز. الجهاز بتقدمه لنا سامسونج باحدث اصدارات الاندرويد اللي هو اندرويد باي الجديد. وبالنسبه للرامات، رامات 2 جيجا رام، وذاكره التخزين الداخليه 32. وبالنسبه لو انا عايز ازود ذاكره التخزين الداخليه، لو عايز مثلا احط كارت ميموري معايا من اول كارت 64، كارت 32، كارت 128، كارت 512، كارت 256، اللي انا عايز بركبه على الجهاز هو لغايه 512 بيشيل كارت ذاكره. فدي حاجه ايه بالنسبه لي دي متاحه يعني. بالنسبه للبروسيسور بتاع الجهاز، البروسيسور طبعا بتصنعه لنا شركه سامسونج اللي هو اوكسينوس، الاسم صعب شويه، اوكسينوس 7884، وده بروسيسور كويس جدا سامسونج حطاه في كذا جهاز يعني. وفي عندنا بقى طبعا شيء مهم، الواجهه بتاعت سامسونج. الواجهه بتاعت سامسونج واجهه ون يو اي جديده. الواجهه دي بتمتاز بشيء معين، الايقونات كلها كبيره يعني، الناس كلها اللي بتحب تشوف الايقونات كبيره، بص الواجهه هتلاقي الايقونه كبيره قوي. كمان الواجهه دي فيها شيء مميز، اللي احنا ممكن نستخدم الوضع الليلي، اللي انا ممكن لو عايز اخلي الجهاز كده وضع ليلي، او افصل الوضع الليلي زي ما انا عايز يعني، عايز اخلي الوضع الليلي برضو بخليه ده شكل الجهاز بقى ايه كده، يبقى كله اسود من جوه لو انا عايز اريح عيني ولا حاجه يعني، بتتعب من الاضاءه، فده شيء حلو. بالنسبه بقى لو انا عايز اركب الخطين او الكارت الميموري، طبعا ايه في بيت الخط اهو، شريحتين وكارت الميموري. فده مش زي الاصدارات القديمه، كان في اصدارات قديمه يبقى فيها، خلي بقى الكارت ده على جنب، كان في اصدارات قديمه يبقى فيها لا اما كارت ميموري وشريحتين، لا اما شريحتين بس اللي انا اقدر استخدمه. فده يعتبر اداء الجهاز. وبالنسبه لسعره برده كنت هقول ان السعر بتاعه مميز جدا، عشان الناس اللي عايزه تشتري الجهاز السعر بتاعه مميز جدا. نستعرض بقى كاميرا الجهاز. الكاميرا الخلفيه عندنا الجهاز بيجي بكاميرتين، كاميرا اماميه وكاميرا خلفيه. الكاميرا الخلفيه 13 ميجا بكسل بفتحه العدسه 1.9، بيتصور فيديو 1080 بي 30 فريم في الثانيه. الفتحة العدسة 1.9 دي بالنسبة للتصوير الليلي كويسة، بتخلي الإضاءة كويسة معايا وما تخليش الوضع قافل يعني. بس بالنسبة للجهاز في برضه في الظهر في فلاش. بنيجي بقى للكاميرا الأمامية، الكاميرا الأمامية برضه 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.0. طبعا الفلاش بستخدم الشاشة، طبعا هما في معظم التصميمات دلوقتي ما بيحطوش فلاش قلب الشاشة عشان بيستغلوا النوتش يعني، بيحطوا الكاميرات مكان النوتش بس يعني، فدي حاجه مش وحشه. والفلاش اللي هو ال LED ده بيبقى كويس جدا في قلب التصوير. هنتكلم بقى عن بعض الاضافات الموجوده في الجهاز. طبعا البصمه بتاعت الوجه موجوده، لو انا الناس بتحب تستعمل بصمه الوجه، بس طبعا ما تستخدمهاش وانت ايه لابس نظاره،
عشان لو استخدمه وانت لابس نظاره هتضايقك خالص وانت لابس نظاره. بالنسبه بقى لو عايز اقفل الجهاز طبعا بالنقش او بالرقم زي ما انا عايز. بالنسبه للراديو اف ام، الناس اللي بتحب تسمع اف ام طبعا والراديو، في بنلاقي ان في بعض الاجهزه ما بيدعمش الاف ام، فده بيدعم الاف ام. بالنسبه للبلوتوث هو بيدعم اصدار النسخه الخامسه من البلوتوث، وده شيء جديد برده في قلب الجهاز. بالنسبه للبطاريه، البطاريه برده مش وحشه، البطاريه 3400 ملي امبير، فدي حاجه تساعد الجهاز ان هو يشتغل معانا بشكل يعني هنقول ايه مده اطول شويه. بالنسبه بقى رايي انا الشخصي في الجهاز، جهاز حلو، جهاز انا شايف ان هو جهاز مرضي جدا للناس اللي هي بتشتري فئه سعريه 2000 جنيه، فالجهاز ده ممتاز. يعني فئه سعريه 2000 جنيه فالجهاز ده يعتبر بتقدمه لنا شركه سامسونج، ده جهاز ممتاز جدا. بالنسبه بقى اللي انتوا بقى عايزين تدعمونا فيه، تدعمونا طبعا بلايك وشير للفيديو، وتدعموا طبعا القناه، ويكون يا رب الفيديو عجبكم، ونتقابل مع بعض في فيديو جديد ان شاء الله. شكرا لكم.